السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كي داير مصحه؟ لاباس عليكم، كلشي بخير. اليوم غنخرج شويه على الدار والكوزينه، غادي نديكم معايا الدويره هكا في وسط المدينه، وكيفاش نوريكم المدينه كيفاش دايره والشكل ديالها. وغادي نمشي في التران، غادي نمشي في القطار يعني في التران، ونوريكم فين كنمشي وفين كنجي ونقضي شي حاجه وتمشي معايا. دابا حنا وصلنا لاكار، غادي نشدو التران ونمشيو. دابا غنشدو التران ونمشي. هو يجي دابا، دابا هي كتصوني المكان، غادي يجي دابا. وبقاو معايا حتى اللخر تشوفو الفيديو. خاو الطران غادي خاو، حتى واحد نص ساعة غنوصلو إن شاء الله السونتر ديال المدينة. وفق الله راكم بقينا هي قلت لي يمكن ده علاش؟ خمس مرات عاد شحال واحد احنا وصلنا بهنايا. يقول لي شحال كيشكو فيه. هنا باش نقطع الشنطة، باش نقطع الشنطة هاد البلاصة.
سهلة. احنا قربنا نوصلوا دابا. شربي 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 مشي من هذا مشي من هذا تفضل. انا جينا الجرده شويه نسترح شويه على ما جاء وقت الدران ونمشي ان شاء الله في الدران. هذه هي الساحل، هذه هي الجرده الكبيره اللي كاينه هنا في اصلي هذيك كلاب في الوليدات. خاوي لحقاش اليوم الدراري كيقراو كلشي كيقراو خاوي. بعد ما قضينا الشغل ديالنا وسالينا جينا دابا شد الزيت، الزيت ديال زيت الفلفلة، شو الزيوت، زيت الزيت ديال الفلفلة، هذا الزيت ديال الحوت، هذا الزيت ديال الشامبينيون. بعد ما وصلت للدار، انا وصلت للدار هادشي اللي جبت ملي كنت شنو جبت، جبت شي حاجه قليله جبت اللي خاصني، جبت على الحليب والسكر والبسطه والقهوه وهادي نبتي وهاد البسكوت والخبز هادشي اللي كان ناقصني صافي. وخديت شويه الفريز صافي هادشي اللي خديت. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ولا كان كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات ديروها ليا
وبيكون على خاطركم. يلا السلام عليكم، نتمنى الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.